ماما؟ ايه يا ماما خضتيني؟ انا اللي مخضوضه. مراتك بتقسم بالله ان هي شافت روحها. لا انا لازم اكلم الشيخ عيد عشان يجي هنا البيت. لا 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 الشيخ عيد ايه يا ماما؟ بيتهيألها حبيبتي. لا ما بيتهيألهاش. اصل انا حلمت حلم وحش قوي، وكلام مراتك اكد لي ان البيت هنا في حاجه مش كويسه، عشان الحلم كان عن البيت هنا. فوفا 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 حبيبتي، انا اخر واحد تقولي له الكلام ده، لاني اكيد مش هقتنع بيه ولا هصدقه. اوكي، لان كل الكلام ده كلام فاضي. انت حر، بس يعني انا لو جبت الشيخ عيد عشان يقرا قران هنا في البيت ده هيضايقك في حاجه؟ لا طبعا، يجي يقرا وينور، القران بركه لاي مكان. انما لو قال لي ان البيت فيه عفاريت وجن والكلام ده هطرده بره، عشان نبقى متفقين. انت مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه يا حبيبي. يا حبيبي انت راجل مؤمن وعارف ان الجن والسحر مذكورين في القران. فوفا فوفا خليني اطلع الليمون لملك احسن. مش زي ما ينفع اللي انت بتقوليه ده، في حد ينفع يقول كده؟ شفتي نفسك؟ ليه بيتهيألك يا حبيبتي؟ معقول يكون بيتهيألي؟ لا 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 لا، انا متأكدة يا يوسف، متأكدة. وانا بأكد لك ان دي تهيؤات. ملك، انا قاعد في المكتب اهو لوحدي، وبعدين لو معايا حد اكيد مش هيطلع انت يعني. مش عارفة، لا انا متأكدة يا يوسف. يلا حبايبي اسلم عليكم. يا حبيبي ما كنت تسمع كلامي وتسافر بالنهار احسن. يا ماما مش هينفع، المؤتمر بكره 10 الصبح، انا لو سافرت بكره الصبح مش هلحق اكيد. ماشي، بس والنبي بلاش الجري بتاع بالليل ده. اوكي اوكي يا حبيبتي ما تقلقيش، وبعدين انا بعد بكره الصبح هتلاقيني قدامك. توصل بالسلامه يا قلبي، لا اله الا الله محمد رسول الله. لا لا مش فاهم ليه حاسك زعلانه. انا لا ابدا، انا مش زعلانه ولا حاجه، انا بس يمكن مزاجي مش حلو شويه. طيب شغلي لها فيلم ابيض واسود من بتوع هدول، يمكن مزاجها يتعدل. يلا باي باي. استنى سلم عليا عادل يا حبيبي. باي باي ماما. مع السلامه. اوفر قوي انت يا اوفر. باي 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 باي. مع السلامه. انا حاسس ان انا طالع الجبهه. مالك يا طارق؟ مش عارفة، أنا حاسة إن قلبي مقبوض بس مش عارفة ليه. وأنا كمان والله يا دود. يا رب يجي بالسلامة. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، أنا داخل على البيت خلاص أهو، مش هنتأخر. هدخل اجيب مامي وانا ونيجي ناخدك على طول. اوكي يا بابي. اوكي يا روحي. اتبسطتي مع فرح؟ قوي قوي. اوكي طب اديني فرح كده. اوكي يوسف ازيك حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. يا فرح الله يسلمك. بقول لك ايه، هدخل اجيب ملك وماما ونيجي نتغدى عندكم. عاملين حسابنا ولا ايه؟ لا عاملين حسابكم. تمام، طب قولي طنط سميه بقى. يلا بس تعالى على طول. اوكي يا حبيبي، باي باي. باي. Our longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. ماما. These little town blues. ملك. Are melting away. I'll make a brand new start of it. In old New York. If I can.
بتوع صيانة بتوع الكومباوند كلموا في التليفون وبيقولوا عايزين يكشفوا على المواسير هنا، مش عارفة مواسير ايه. حاضر يا ماما. بابي انا عايزه ادخل اوضتي. ليه يا روحي؟ مش مامي قالت تكملي اكلك؟ مش عايزه. ماما قولي لارا تكمل اكلها. قولي يا لارا. مش عايزه. اوكي حبيبتي اطلع. يوسف مش كويس على فكرة، شرب المية وسط الأكل. الشيخ عيد عشان يقرا قران هنا في البيت ده هيضايقك في حاجه؟ لا طبعا يجي يقرا وينور، القران بركه لاي مكان، انما لو قال لي ان البيت فيه عفاريت وجن والكلام ده هطرده بره عشان نبقى متفقين. انت مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه يا حبيبي. يا حبيبي انت راجل مؤمن وعارف ان الجن والسحر مذكورين في القران. ايوه مالك اللي شفتيه ده حقيقي، وفي نفس الوقت هو مش حقيقي قوي يعني، وده مش معناه انه جن او عفريت. اللي انت شفتيه هنا دي صورة من الهولوجرام بس very advanced، وده البروجكت الجديد اللي انا شغال عليه. لا فسر لي اكتر. احنا شغالين من فترة على بروجكت اسمه MED، حلم الخلود البشري. كل الحكاية اننا بنلبس وعي الانسان بدلة جديدة، بدلة غير اللي خسرها بموت جسمه. تقصد ايه بدلة جديدة؟ هفهمك. جسمك وجسمي احنا بنتعامل معاه كأنه بدلة شيك، بس للأسف ليها عمر افتراضي، لكن وعي وفكر وذكاء الإنسان ممكن يعيش للأبد لو لقى لنفسه بدلة جديدة تحتويه، بدلة جديدة يلبسها، والبدلة الجديدة دي هي الـ MED. وده فكرته بأننا بنخلد الشخصيات المهمة في حياتنا من الناحية العقلية والنفسية والسلوكية، وده طبعاً من خلال حاجات كتير قوي، اختبارات نفسية وعقلية بنعملها لهم، وبناخد آراء شخصية عنهم والتجارب والقرارات الخاصة بيهم، وأحياناً كمان تحليل الجيني. كل الداتا دي بنحطها على السوفت وير، وبنستخدم الصور والفيديوهات علشان نخلق صورة طبق الأصل من الإنسان الحقيقي اللي كان موجود، عشان نقدر نشوفه ونكلمه وناخد رأيه كمان كأنه موجود في حياتنا. ودلوقتي بقى عندي أكتر من كوبي. يعني أنا في كوبي مني؟ ومني ومن لارا ومن ماما. ولما دخلت عليا كنت بعمل تيست للكوبي بتاعك. هي بتتكلم؟ طبعاً، بقولك صورة طبق الأصل، وكل ما بديها معلومات اكتر بتتطور اكتر، وده اللي انا شغال عليه دلوقتي. انا عايز اعرف سلوكها هيتطور لحد فين بالظبط. طب انا عايز اشوفها. لا 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 ما ينفعش، انت لولا انك دخلتي عليا وشفتي اللي شفتيه وتاثرتي بالشكل ده ما كنتش ابدا اتكلمت معاكي. وانا عايزك توعديني ان الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينك، مش عايز اي مخلوق يعرف حاجه عنه. اوعدك يا يوسف، بس انا عايز اشوفها. خلاص انا شفتها كده كده فمش فارقه. حاضر يا ملك، حاضر. جاهزة؟ جاهزة.
هاي ملك، ازيك؟ هاي يوسف، ازيك؟ دلوقتي انت قدامك ملك الشرقاوي، عايزك تستغلي الفرصه دي وتعرفي نفسك اكتر من خلالها. هاي ملك، انا سعيده انك شايفاني، وانا كمان اكيد شايفاكي، وانا هستغل الفرصه اني اعرف عنك معلومات اكتر. هو انا المفروض ارد عليها؟ بتتكلم قدامك ايه؟ رد عليها. لا مش معقول تكون حاسه بيا. الاحساس هو شكل من اشكال الادراك، وهي مدركه بوجودك دلوقتي، والا ما كانتش تتكلم معاكي. وهو تفتكر انها ما بتحسش، هي بتحس زيك بالظبط، بتفرح وبتزعل واحاسيس تانية كتير. كلميها. مظبوط، ده غير اني اعرف عنك حاجات كتير انت ما تعرفيهاش عن نفسك، وهفاجئك. لا 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 لا، كده غلط. هو ايه اللي غلط؟ انا مش فاهمه حاجه. الكوبي بتتكلم عن امور معقده جدا تعرفها عنك، انت نفسك ما تعرفيش حاجه عنها، وده عارفاه بناء على التجارب العقليه والنفسيه اللي انا عملتها لك، وده معناه ان ادراكها لسه مش كامل. بصي، واضح ان احنا مش جاهزين 100%. لا 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 يا يوسف، انا مصدومه، انا مش مبهوره باللي انت عامله ده خالص. ليه يا حبيبتي؟ فكري في الامور بشكل مختلف. البروجكت ده ممكن ينقل العالم نقله تانيه خالص. دلوقتي احنا لو متنا كلنا بسهوله جدا نقدر نرجع تاني ونعيش بادراكنا واحساسنا هو هو. واخده مهد، وخالتي عدم معاها، لارا كمان نامت، ما تقلقش. سألت على مامتها كتير، قلنا لها مسافرة زي ما انت قلت. شايف بنك الشريف تعبان، خديه وروحي وانا هفضل قاعد مع الناس. حاضر، شويه بس كده، بكره هجيلك الصبح. مفيش داعي تتعبي نفسك، انت كمان محتاجه ترتاحي. انا محتاجه اجي بيت اختي يا يوسف. اللي يريحك يا فرحه، ده بيتك. انت كمان محتاجنا يا يوسف، بلاش احساس الذنب، انت مش مسؤول ان الغاز اتسرب من الحمام. ده قدر ربنا، كان هيحصل هيحصل. يوسف، احنا لازم نقعد مع لارا ونفهمها اللي حصل. اكيد طبعا مش هنقولها مره واحده، هنجيبها لها بالتدريج، بس في الاول والاخر هي كده كده هتعرف. من فضلك يا فرح، انا مش عايز بنتي تعرف اي حاجه من اللي حصل لمامتها ولا جدتها. انا عندي بلانز تانية. بلانز تانية ايه؟ مفيش بلانز تانية يا يوسف. اللي راح ما بيرجعش، وهي كده كده هتعرف. لا مش مظبوط، انا عايزك انت كمان تبقي فاهمه ان لا ملك راحت ولا امي، هما موجودين وهيفضلوا موجودين. ايوه طبعا، وعمرنا ما هننساهم، بس في نفس الوقت انا ما اقصدش اللي انت فهمتيه، انا اقصد اللي انا قلته بالحرف. يعني ايه؟ يعني لارا لما تقولي انها عايزه تشوف مامتها اقول لها ايه؟ قولي لها هتشوفيها يا فرحه. اقول لها هتشوفها؟ اقول لها هتشوفها ازاي يا يوسف؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اللي سمعتيه يا فرحه. لا حول الله يا رب، ما ينفعش كده يا يوسف. أكبر غلط إن احنا نبقى بندي للبنت أمل إنها هتشوف مامتها وهي مش هتشوفها. الأحسن إن احنا نفهمها. بيتهيألي أنا عارف إيه الأحسن لبنتي، محدش هيعرف مصلحتها غيري. ومن فضلك أنا عايز البنت تكون معايا هنا في البيت. حاضر، بس
بعد إذنك هتستنى يومين تلاتة كمان علشان وجودها فارق قوي مع ماما. يومين بالكتير مش أكتر، من فضلك. حاضر. استني يا لارا، هو احنا بننزل من نفسنا كده؟ لا، عشان في سربرايز. سربرايز ايه؟ بابي قال لي ما اقولش، هتشوفي دلوقتي معايا. يلا بس. لا معلش، ممكن تقولي لي؟ مامي انا فكريه جوه البيت، هما رجعوا وخلاص. ايه؟ هو بابي قال لك كده؟ يس. ايه الهبل ده؟ يلا بس يلا. مامي انت فين يا مامي؟ انا جيت خلاص يا مامي. يا مامي بابي هو فين؟ مامي تعالي يا روحي، تعالي تعالي. انت ايه مالك؟ انت خاسه ولا ايه؟ يا فرحه ما كانش بتاكلك؟ بابي هي ليه مامي مش في البيت يا بابي؟ رد عليها يا يوسف. جاية جاية، ما تخافيش. جاية. هي مش في البيت؟ جاية جاية شوية وتلاقيها قدامي. اطلعي اوضتك وانا هطلع لك بعد شوية. يوسف اللي انت بتعمله ده غلط. لارا متعلقة جدا بمامتها، والايام اللي فاتت كانت ابتدت تحس ان في حاجة غلط، ودي كانت فرصة كويسة علشان نقول لها اللي حصل. فرح انا عايزك تطمني، وانا عارف انا بعمل ايه كويس، وانا اوعدك اني هفهمك كل حاجة، بس مش النهاردة. دلوقتي انا هخليك تشوفي ماما، اوكي؟ بس عايزك ريلاكس، اوكي؟ No, I'm so excited. I know بس خليكي جنبي هنا، هوريها لك وخليكي جنبي، اوكي؟ جاهزة؟ يس. لارا. لا يا روحي لا، ما ينفعش ما ينفعش نقرب لها ولا نلمسها. عارفة ليه؟ عشان احنا دلوقتي شايفينها زي ما كنتي بتكلميني وانا في امريكا كده، فيديو كول بنشوف بعض. فاهمة؟ مش هينفع نلمسها. ليه؟ عشان هي دلوقتي مش موجودة في جسمها، احنا شايفينها هولوجرام. عارفة يعني ايه هولوجرام؟ يعني فين مامي؟ انا هنا يا حبيبتي. بوفيز بوفيز ابقيني مامي. لا لا خليكي معايا بس، احنا هنكلمها هي معانا وهتعيش معانا على طول، هي وانا فكرية. بس برضو مش هينفع نلمسها عشان هي مش موجودة في جسمها. لا يا حبيبتي، انا هنا شايفاكي وسامعاكي، الحكاية بس كلها اني مش موجودة بجسمي. فاهماني يا حبيبتي؟ لا مش فاهمة. انتي زعلانة ليه بس يا حبيبتي؟ انا مسافرة. انتي ليه مسافرة يا مامي؟ ارجعي بقى من السفر ده. اصل عندي شغل. بصي يا روحي، مامي وانا فكرية مسافرين، بس هيفضلوا عايشين معانا بالطريقة دي لحد ما نروح لهم. هنروح لهم امتى بقى؟ بجد هنروح لهم امتى؟ هنروح لهم يا حبيبتي بس شوية كده. لا يا حبيبتي اسمعيني، أنا موجودة هنا معاكي طول الوقت، وهنلعب ونضحك وهنعمل كل حاجة، وهعلمك حاجات كتير. Good morning. مامي انتي كويس يا حبيبتي؟ يس. طب يلا قومي عشان انا حضرت لك الفطار. ايه ده؟ ازاي عرفتي؟ قلت لبابي يعمل لك كل الحاجات اللي انتي بتحبيها، وبعد كده هبقى اعلمك ازاي تعملي كل اكلك. اوكي حبيبي؟ اوكي. قولي لي بقى يا روح قلبي، مش كده احسن من ان مامي ما تبقاش موجوده خالص؟ اكيد طبعا احسن. يلا
تعالي نقوم نفطر سوا، يلا بينا. كلي يا حبيبتي كلي. أبي أمال ليه مش بياكل؟ هما مش بياكلوا عشان يمكن عشان ما عملت لهمش فول بالزبدة. انت عارفة أنا ومامي بيحبوا الفول بالزبدة، ده يمكن عشان كده. بس أنا عايزاهم ياكلوا معانا. طيب تحبي الأول نخلي أنا تعلمنا ازاي نعمل فول بالزبدة؟ اوكي اوكي خلاص أنا هعلمك ازاي تعملي الفول بالزبدة. اوكي ليه يا يوسف؟ باكل اهو يا ماما. ملك بابا حبيبتي اطلعي اوضتك دلوقتي، يلا يلا بسرعه شات داون. بابا ملك يا بابا. ملك ايه يا فرح؟ ده يوسف يا بنتي. بقول لك انا شفت ملك دلوقتي قدام عيني. طب ايه بس ايه؟ بقول لك شفت ملك، مش همسك عصبي. تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي اهدي بس. خلاص بقى يا فرح اهدي شوية. هو واضح ان فرح عصابها تعبانة يا انكل. يعني ايه شفتي ملك؟ يعني شفتها زي ما انا شايفك كده، وانت خدت بالك وتوترت. وبعدين فين لارا؟ هو انا بتحقق معايا ولا ايه يا انكل؟ لا يا يوسف مش تحقيق ولا حاجة حبيبي. هو بس الحقيقة اللي هي بتقوله ده محتاج تفسير برضو، خصوصا ان انا شايف ان انت مضطرب شوية. ساكت ليه؟ ما ترد. هو بما انكم كده كده هتعرفوا النهارده او بكره فانا فاهمكم، بس ارجوكم تفهموني كويس. تعالوا معايا على المكتب. ودلوقتي بقى عندنا صوره شبه متكامله من ملك، يعني ملك موجودة وعايشة معانا، ولارا كمان ابتدت تتعود على وجودها. طبعا الكلام ده كمان بالنسبة لماما. ودلوقتي هخليكوا تشوفوا ملك. لا أنا مش عايز أشوف حاجة. ملك بنتي مش هنا، ملك في دار الحق عند اللي خلقها. اللي أنت عايز توريها لنا دي باطل الباطل. أنت عايز إيه؟ عايز تتحدى الموت؟ الحقيقة الوحيدة اللي في حياتنا عاوز تمحيها؟ حرام عليك يا أخي حرام. براحتك يا أنكل، بس أنا آسف، مع احترامي الكلام حضرتك، كلام حضرتك كله غلط. لأنه لو صح يبقى العلم غلط، لأنه أمراض كتير زمان كانت بتموت ناس، وبالعلم والطب قدروا يلاقوا لها حل. ولسه أنا عارف إن أنا مش هقدر أقنعك، بس أنا عايز أقول لك إن اللي بتعمله ده غلط، وأنا مش هسمح إن لارا تتعرض للمهزلة دي. بس لارا دي بنتي وحفيدتي. طيب بابا مش يمكن تدي فرصة نفهم الموضوع أحسن؟ مش يمكن يكون في أي إيجابيات؟ الموضوع ده ما فيهوش أي إيجابيات، الموضوع ده كله غلط. نصيحة مني، حاول أنت كمان ما تشوفش. لا هشوف، وأنا مش هسمح إن أي حد يناقشني في وجود ملك وأمي في حياتي. واللي مش عاوز ما يشوفش ما يشوفش. يلا يا بنتي. بقول يلا. حاضر.
ازيك يا فرح؟ انا اسفه قوي على اللي حصل النهارده. انا عارفه ان انت اكيد مقدر. يوسف انا عايزه اجي بكره واشوف اللي انت قلت عليه، واحتمال كمان ماما تيجي معايا. لا 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 بلاش طنط فرح دلوقتي، يعني بيتهيألي هي ممكن ما تستوعبش اللي بيحصل، اجلي وجودها شويه. طيب خلاص اللي انت شايفه. مع السلامه. طب هي لما تشوفني هتبقى عارفه انا مين؟ طبعا يا فرح هي عارفاكي ومستنياكي وعارفه انك جايه. في حاجه معينه لازم ابقى عارفاها قبل ما اشوفها؟ لا لا خالص، كل حكايه ان لازم تعرفي ان دي مش ملك، ده هولوجرام، يعني ما ينفعش تلمسيها. ماشي انا جاهزه. تعالي يا ملك. فرح ملك ازاي كده؟ انا مش قادره اصدق. فرح انا عايزك تمسكي اعصابك شويه. دي ملك يا يوسف ازاي كده؟ طب اتكلمي كده، اتكلمي. انا ملك يا حبيبتي. طيب اهدي بس اهدي، انتي وحشتيني قوي. انا مش عارفه اقول ايه. طب اقعدي يا اختي، اقعدي يا اختي، اقعدي. انا اختك يا حبيبتي ملك، يمكن طبيعتي بس متغيره شويه، يعني مش هعرف احضنك مثلا، بس انا ازاي كده يا يوسف؟ دي كل حاجه، صوتها وكلامها وكل حاجه. فرح اهدي، فاكره لما قلت لك ان ماما وملك هيفضلوا موجودين؟ لازم نبقى مبسوطين، كويس قوي ان احنا عارفين نقعد معاها ونكلمنا ونكلمها. هتجنن. طب انا لو قلت لك على حاجات ما بيننا هتبقي عارفاها؟ انا مش هقدر افتكر كل حاجه، في حاجات كتير مش متخزنه في ذاكرتي، بس في حاجات تانية انا فاكراها. فاكره مثلا لما كنت بتخانق انا وانتي مين ينام على طرف السرير ومين ينام جنب الحيط؟ ايوه فاكره. فاكره اول ولد احنا حبيناه لما كنا في اعدادي، كان في الفصل اللي قدامنا. ازاي كده يا يوسف؟ ازاي كده؟ دي ما تخلينيش اندم ان انا وريتها لك. ارجوك. طب انتي فاكره اول مره شفتي فيها يوسف؟ لا مش فاكره، بس انتي تقدري تساعديني اني افتكر، وتقدري كمان تقولي لي على حاجات كتير انا مش عارفاها، وانا بطلب منك ده. سيبنا لوحدنا شويه يا يوسف. حاضر، بس أرجوك خليك هادية. هتتعودي يا حبيبتي. أنا هحكي لك حاجات كتير وأنا سامعاكي. كريم حمد الله على السلامة. أنا عارف إن أنت لسه واصل القاهرة حالا، بس ما فتحتش تليفونك. يا ريت أول ما تسمع الفويس نوت بتاعتي تكلمني. وقبل ما تكلمني كلم هندرسون وبلغه إني مش هقدر أتكلم معاه النهاردة، يعني بالكتير قوي هكون معاه بكرة. وبلغه كمان إن مشروعنا نجح نجاح كبير، وده عن تجربة شخصية. كويسة؟ القعدة معاها كانت صعبة قوي.
كل حاجة فيها بتقول إن دي ملك أختي، في نفس الوقت أنا عارفة إن ده برنامج وإنه مش حقيقي. معلش يا فرح، ده في الأول بس، بعد كده هتتعودي. أنا مش عارفة أتملك أعصابي يا يوسف. معلش نادي، أنا قلت لك الموضوع صعب. معلش. إيه اللي أنا شايفاه ده؟ أنت إزاي تحضن فرح بالطريقة دي؟ وأنت إزاي تقبليه كده؟ لو ملك عايشة ما كانش هيبقى رد فعلها كده. ملك عايشة هو بتكلمك. هو إيه اللي بيحصل ده يا يوسف؟ مش عارف. ملك، فضلك لا أودة لارا. لا مش هطلع غير لما توعدوني انتوا الاتنين ان ده مش هيتكرر تاني. انا بعتبر يوسف اخويا. ليه؟ انت نسيتي انت حكيتي لي ايه من شويه؟ هو انت مش قلتي لي انك كنت بتحبي يوسف اول ما قابلتيه؟ وان هو حبني واتجوزني انا بعد ما عرفتينا على بعض؟ ايه الكلام ده؟ انت اصلك ما تعرفش الموضوع ده. انا عايزه امشي. استني يا فرح، انت بجد قلتي لها كده؟ انت بتسالها؟ يعني انا هكون بكذب مثلا؟ رد يا فرح. من فضلك روحي دلوقتي. لا مش همشي. رد يا فرح. روحي دلوقتي والا انت عارفه انا هضطر اعمل ايه. هتعملي شات داون؟ رد يا فرح. ايوه قلت. انا عايزه امشي. استني هوصلك. هو الكلب مش بيحب القطة يا مامي؟ فرح. فرح، هو الكلب مش بيحب القطة؟ بيحبوا بعض يا حبيبتي لو متربيين مع بعض من هم صغيرين. لارا قومي نامي. مامي لسه بدري، انا مش عايزة انام. قلت قومي نامي. خليها يا ملك، هي اجازة اصلا. انت كمان بتنامي. يلا يا لارا. طب يا حبيبتي اقعدي اتفرجي على الفيلم. ملك تعالي. عايزاني أكون صريحة معاكي، أنا بصراحة لحد دلوقتي ورغم كل الوقت اللي قضيناه مع بعض مش عارفة أتقبل الواقع اللي بيحصل. أكيد مبسوطة إن في نسخة من أختي قدامي، بس في نفس الوقت في حقيقة مش عارفة أنساها. أنا واقع يا فرح، والواقع ده حقيقة. وواقع إن أختي ماتت وشفتها بتدفن قدامي، دي برضه حقيقة. فرح، أنا جوايا ليكي حب كبير، بس جوايا كمان إني أتحول بمشاعري على حسب اللي حواليا بيعاملوني إزاي. خلي بالك، خلي بالكوا كلكم. لارا تعالي يا زيكي، تعالي بالراحة بس عشان فرح ما تصحوش. لا راح بنتي الشطورة، احنا هنعمل مفاجأة كبيرة قوي قوي لبابي علشان عيد ميلاده. أهم حاجة بس عايزاكي تركزي معايا قوي علشان اللي هنعمله ده لازم نخلصه بسرعة قبل ما بابي يجي. أوكي؟ أوكي. أوكي، مش عايزاكي تقولي لأي حد خالص ولا حتى بابي عشان دي مفاجأة حبيبتي. أوكي؟ أوكي. تعملي. دوسي كده على كلمة مادل على اليمين. مامي أنا تعبت قوي. معلش حبيبتي احنا قربنا نخلص، دوسي بس على كلمة Active Voice Commands. أوكي. شطورة. أهم حاجة زي ما اتفقنا مش هتقولي لبابي ولا الفرح ولا لأي حد خالص على اللي حصل ده عشان دي سربرايز لبابي. أوكي؟ أوكي. أوكي. أدخل.
صباح الخير. صباح النور. اخبارك النهارده؟ لا انا هي نهاردة. احسن كتير النهارده الحمد لله. بس انا حابب اطمن عليها بنفسي. ما قلت لك كويسه. انا احسن النهارده الحمد لله يا يوسف. ممكن تسيبني شويه اتكلم انا واختي لوحدنا؟ لا انا عايز اطمن عليها. ها اوكي اتفضل. ساكت ليه؟ ولا انت عايزني ميبقاش موجوده؟ انت عارفه كويس اني لو مش عايزك تبقي موجوده انا هعمل ايه. بيتهيألك يوسف انت عارف ان رجوعي لحياتك تاني ما كانش سهل. ولا انت عايز لارا تتصدم تاني لما تعرف اني ما بقتش موجوده؟ ملك لازم تبقي فاهمه ان وجودك في حياتنا مرتبط بسعادتنا ورضانا. في اللحظه اللي احس فيها انك بقيتي عبء علينا اعرفي كويس انك مش هتبقي موجوده. ودلوقتي شات داون. ملك شات داون. من غير شات داون انا ماشي. في ايه يا يوسف؟ مش عارف بس المفروض الكوبي لما اديله اوردر ينفذه على طول. وانا دلوقتي اديتها اوردر زي ما انت شفتي كده. وانت مخضوض قوي كده ليه؟ مش عارف يا فرح بس في حاجات غريبة بتحصل بتخليني مش عايز أكمل. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ هو انت عامل لي لعبتك؟ انا مهما كان امك برضو. ماما انت بتتكلمي انت وملك في حاجه انا ما اعرفهاش. اكيد طبعا. زي ايه؟ قولي. ملك خايفه منك يا يوسف. خايفه ليجي يوم ما نشوفكش ولا تشوفنا. وهو ده اللي بنتكلم فيه دايما. بس كده. انا هتجنن يا فرح، مفيش اي سبب يمنع انها تظهر. رغم ان الكوبي بتاع امي بيظهر ويختفي عادي. طب هل هي تقدر تتحكم في ظهورها واختفائها؟ المفروض انه لا، بس امبارح حاولت اعمل لها شات داون وما قدرتش، اكيد في حاجه غلط. طب اقدر اساعدك بايه؟ ممكن تخلي لارا معاكي، انا مش هتحرك مكتبي غير لما احل المشكله دي. حاضر. طب ايه رايك اخدها تبات معايا النهارده في البيت؟ اوكي اوكي دي فكره حلوه قوي، بس وصيها ما تجيبش سيره لمامتك خالص. اه طبعا حاضر. يعني ايه ما تعرفيش ازاي اختفت؟ اكيد انت عارفه كل حاجه. ما اعرفش هي اختفت فين. ما قالتليش اي حاجه. انت اكيد عارفه كل حاجه ومش عايزه تتكلمي. انت بتزعق في امك. انت مش امي. امي ماتت. قولي قولي احسن لك اللي تعرفيه. ما اعرفش قلتلك ما اعرفش. انت لو ما اتكلمتيش انا هخفيك للابد. اعمل اللي انت عايزه يا ابني بس ما تصرخش فيه. على فكره انت تقدر تظهرني وتخفيني وقت ما انت عايز، لكن ما تقدرش تجبرني على الكلام. لو زعقت فيا مرة تانية مش هكلمك، هخصمك. شات داون.
ملك، ملك، أنا عارف إنك سامعاني. بس براحتك. أيوة يا يوسف، أكيد هتضحكي على بنتي وتخليها تدخل على السيستم وتفهميها إنك عاملة لي مفاجأة، مفاجأة وحشة ما عجبتنيش. أنا عملت كده لما حسيت إنك هتغدر بيا. أنت عارفة إن أنا أقدر أخليكي عايشة سعيدة، ما تحسيش بلحظة زعل واحدة. مش حقيقي. أولاً أنت فقدت السيطرة عليا، ثانياً لو عملت كده مش هبقى ملك اللي أنت تعرفها، مش هبقى بني آدم يا يوسف. أنت مش بني آدم، مجرد نسخة أنا اللي صنعها، كوبي. مش حقيقي. أنا أقدر أفرح وأزعل وأعيط، أنت اللي خلقتني كتلة من المشاعر. أنا مش قادرة أصدق أنت ليه عايز تتخلص مني. كنت ليه دخلتني حياتك من الأول؟ لأني كنت حاسبها غلط، كنت فاكر إن احنا هنعيش سعادة، نكمل حياتنا كلنا بشكل طبيعي، لكن لا أنا ولا بنتي قادرين نعيش مع صورة. لو لارا تعبت تقدري تاخديها في حضنك وتطبطبي عليها؟ ما أكبر مش هقدر أتعكز عليكي، عمري ما هقدر أعيش حياة طبيعية معاكي لا أنا ولا بنتي. تعرفي تمسكي ده؟ فهمتي ليه بقى أنا كنت حاسبها غلط؟ يمكن الكلام اللي أنت بتقوله ده حقيقي، أنا أقدر أبقى أذكى منكم كلكم، أنا أقدر أحتفظ بذكرياتكم، أنا أقدر أحللكم كل مشاكلكم. المشكلة اللي هتاخد منكم ساعة في تفكير هتاخد مني ثواني في حلها. ساعتها هنتأكد إن أنت فعلا مش بني آدم. من ضمن الأمور اللي ممكن تخلي الكوبي يفكر في الانتحار أو ينتحر فعلا هو إنك تنقله من حالة العائلة والتواجد إلى حالة الوحدة. الإنسان إذا اتنقل فجأة إلى حالة الوحدة بعد ما كان عايش مرتبط بأشخاص بيحبهم ممكن جدا يفكر في الانتحار. أنا أمي يا لارا. لارا حبيبتي دي مش مامي، ماما دلوقتي عند ربنا. عموما انا بقترح عليك تسيب بيتك لفتره وتكون سايب الكهرباء والانترنت شغالين عشان الكوبي يقدر يكون موجود واكتف، بس يوم بعد يوم من وجودها لوحدها وخصوصا انها بتتعامل بشكل كبير على انها ملك. Thank you.
سبتوها وتجاهلتوها كمان، أكيد ده هيدفعها للانتحار أو حتى تدمير نفسها ذاتياً.